السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وادي بنا أينما كنتم، أسعد الله بكل خير أوقاتكم وجعلها أوقات خير ومحبة وسلام عليكم جميعا، وشهر مبارك وخواتم مباركة. نحن اليوم في منتصف شهر رمضان عام 1444 هجرية. سنصطحبكم اليوم بإذن الله تعالى معنا عبر هذا الفيديو إلى منزل غراب. ومنزل غراب هي قرية في محافظة إب، وبالتحديد في مديرية السدة، وتتبع عزلة التويتي مخلاف الشعر. وها نحن اليوم قد رأينا أن نصطحبكم معنا في هذا الفلوق البسيط والمتواضع عبر شاشة قناة وادي بنا إلى هذه القرية التي تقع في مديرية السدة محافظة إب كما أسلفنا سابقا. وها نحن متوجهون الآن من كتاب مرورا في ما يسمى باب حورة، ومتوجهون بإذن الله تعالى إلى قرية منزل غراب. هذه القرية حصل قبل فترة من الزمن انزلاق طين أو انزلاق ترابي، مما أدى إلى تهدم معظم بيوتها وهجر أغلب سكانها. وكان هذا الانزلاق الطيني أو الترابي نتيجة لأن القرية بنيت على أرض طينية، ومع الزمن أراد الله سبحانه وتعالى أن تنزلق هذه القطعة من التراب حتى أصبحت القرية قرية منكوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللجميع الخير والسلامة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، ها نحن نغوص في مروج خضراء وفي بداية صيف 2023 وبعد أمطار قزيرة ووفيرة من الله سبحانه وتعالى بها على البلاد والعباد، ها نحن كما تلاحظون نمر في هذه الطرق المتعرجة وفي القرى المختلفة، والأرض ابتدت تكتسي حلتها الجميلة المعتاد عليها في محافظة إب، وتخضر الأرض. وها نحن اليوم ذاهبون معكم إلى قرية منزل غراب. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في رحلتنا ونقل صورة جيدة إليكم مما رأينا ومما شاهدناه في هذه القرية المنكوبة الذي هجرها أهلها بعد الانزلاق الطيني. أسأل الله أن يديم علينا نعمه وخيره وأمنه وأمانه، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. كما تلاحظون على جوانب الطريق وأثناء رحلتنا هذه المناظر الجميلة والرائعة، وهؤلاء الناس الجميلون والرائعون في هذه الأرض
الطيبة الذي تنبت من كل ثمار الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، وبما أن قد قربنا من هدفنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقدم لكم ما يرضيكم وما يسركم، وبإذن الله تعالى لن تبخلوا علينا من دعمكم وتشجيعكم ومساعدتنا وتحفيزنا لنشر وتقديم المزيد من المحتوى الذي يليق بنا ويليق بكم بإذن الله تعالى. ونخليكم مع أبو القسام حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوما مقبولا وذنبا مغفورا. هذه هي قرية منزل غراب، القرية المنكوبة التي انزلقت، طبعا انزلقت تربتها فتهجر جميع اهلها، تهجر سكانها جميعهم. طبعا بعد ان انزلقت انزلاق تربة وتهدمت دورها، ما يقارب 99% من منازلها مهدمت وهجر ساكنيها، وهي الآن أصبحت خاوية على عروشها. إلا قليل من البيوت ما يتجاوزين 8 أو 10 منازل التي لا زالت صامدة. هذا هي، وإلى هنا ذا المكان أيضا، وإلى القرية التي فوقها قرية النمجة تأثرت بعض المنازل. هذا أحد المنازل المتأثرة، وهذا أيضا، وهذا أيضا. إذن هذه القرى قرية منزل غراب وقرية النمجة تتبع إداريا مديرية السدة. تلك هي القريتين المتأثرتين، ولكن التأثير الأكبر كان في منزل غراب. وهذا أيضا تقع هذه إلى جانبها قرية الجمري. هذه هي الجمري، وهنا خلفنا جمل قرية الجمري طبعا، وهذا القرى المجاورة لها والتي تتبعها. هذه المعزبة أيضا أسفل الجمري، هذه المعزبة تقع ضمن محيط قرية منزل غراب. في قرية المنور بيت محرم، الفضاء الوسيع يتبع مديرية السدات طبعا. ويظهر في الأفق جبل شخب عمار وجبال عمار.